السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي التجاري شعب التسويق، النهاردة إن شاء الله مع بعض هنستعرض مادة سوق أوراق مالية، وهنبدأ فيها إن شاء الله النهاردة من بداية المنهج، ونتمنى إن شاء الله إن ربنا يوفقنا السنة دي ونحقق كل اللي بنتمناه ودخلنا الجامعة بإذن الله. مادة سوق أوراق مالية يمكن درسناها في الصف الثاني، السنة دي هناخدها بتوسع شوية ونبدأ مع بعض. فأول حاجة نفهم يعني إيه ما هي المؤسسات المالية، وإيه المقصود بالمؤسسات المالية، وإيه الخدمات اللي بتقدمها المؤسسات المالية، وإيه هي أنواع البنوك اللي عندي. ونبدأ مع بعض في أول حاجة، في أول جزء عندنا الفصل الأول، وهي ما هي المؤسسات المالية. بيقول لنا كده مع بعض يعني إيه كلمة مؤسسات مالية. لو بصينا كده قلنا المؤسسات المالية دي تؤدي المؤسسات المالية دور هام. طب يعني ايه مؤسسات ماليه يا مستر؟ قلنا المؤسسات الماليه مثل البنوك التجاريه وبنوك الادخار. يبقى معنى كلمه مؤسسات ماليه اللي هي البنوك التجاريه وبنوك الادخار واتحادات الائتمانيه وشركات التامين وشركات الاستثمار. يبقى كل دي على بعضها اسمها مؤسسات ماليه. يبقى المؤسسات الماليه لو قال لي زي ايه المؤسسات الماليه، اقول له زي البنوك التجاريه وبنوك الادخار واتحادات الائتمان وشركات التامين وشركات الاستثمار. طب الكلام ده كله المؤسسات دي بتعمل ايه؟ قلنا بتؤدي دور هام في تحويل الاموال من مقدمي الاموال وهم اصحاب الفائض الى مستخدمي الاموال وهم اصحاب الحاجه. يبقى ده معنى المؤسسات الماليه اللي هي بتؤدي دور هام في تحويل الاموال من مقدمي الاموال وهم اصحاب الفائض الى مستخدمي الاموال وهم اصحاب الحاجه. ده اول جزء عندنا ونفهموا مع بعض ايه هي. هيقول لي ما هي المؤسسات الماليه. يبقى لو حبينا نشرح التعريف بتاعنا ببساطه قوي، مؤسسات ماليه قلنا زي ايه مؤسسات ماليه؟ اتفقنا مؤسسات ماليه تتمثل في البنوك التجاريه وبنوك الادخار واتحادات الائتمانيه وشركات التامين وشركات الاستثمار. طب الكلام ده كله بيعمل ايه؟ الكلام ده بيؤدي دور هام في تحويل الاموال من مقدمي الاموال اللي هي الناس اللي معاها الاموال الى مستخدمي الاموال وهم اصحاب الحاجه. يعني باخد من ده وادي لده، ده دورها اللي هي تحويل الاموال. ده المقصود بالمؤسسات الماليه. بعد كده عايزين نشوف مع بعض نقطه تانية، ما هي الخدمات التي يقدمها النظام المالي؟ النظام المالي عندنا بيقدم اربع خدمات. لو بصينا كده مع بعض على الخدمات الماليه اللي بيقدمها النظام المالي، عليه اول خدمه وهي خدمه الائتمان، تاني خدمه وهي خدمه الدفع، ثالث خدمة وهي خدمة الادخار، رابع خدمة وهي خدمة توفير النقود. يبقى الخدمات اللي بيقدمها النظام المالي أربع خدمات: الائتمان، الدفع، توفير النقود، والادخار. ما يجيش يقول لي الخدمات التي يقدمها النظام المالي الائتمان فقط، لا، ده في بعد الائتمان في الدفع وفي الادخار وفي توفير النقود. طب المؤسسات المالية لها دور هام، فبيقول لي دور المؤسسات المالية كوسيط مالي. السؤال اللي بعده، دور المؤسسات المالية كوسيط مالي. ايه دور المؤسسات المالية كوسيط مالي؟ لو بصينا كده هنلاقي بيقول لي الوظيفة الأساسية للنظام المالي هو تدفق الأموال. يبقى وظيفة النظام المالي هو تدفق الأموال من مين لمين؟ من شخص دلوقتي أنا بقرض فلوس وواحد تاني عايز يقترض فلوس، يبقى من مين؟ المقترضين الى المقرضين، من ده لده. ويتم ذلك اما بطريقه مباشره او بطريقه غير مباشره. يبقى دور المؤسسات الماليه كوسيط مالي هو تحويل الاموال زي ما قلناها قبل كده، من مقدم الاموال الى مستخدم الاموال، هنا من مين؟ من المقرض للمقترض، من ده لده. الكلام ده بيتم بحاجتين، اما بطريقه مباشره او بطريقه غير مباشره. يبقى أول نقطة استعرضناها في المنهج بتاعنا، كل ده بنتكلم على المؤسسات المالية والخدمات اللي بيقدمها النظام المالي وإيه دور المؤسسات المالية كوسيط مالي. نستعرض كده مع بعض نقطة تانية، قلنا مع بعض عندنا اللي أنا بحول الأموال من المقرض للمقترض بطريقتين، إما بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة. طب عايزين نشوف إزاي بيتم بالطريقة المباشرة وإزاي بيتم بالطريقة غير مباشرة. فبيقول لي هنا سؤال من الأسئلة برضو المهمة، ما هي أسباب انخفاض احتمال تدفق الأموال مباشرة بدون وجود مؤسسات مالية؟ ما هي أسباب
انخفاض احتمال تدفق الأموال مباشرة بدون وجود مؤسسات مالية. الإجابة بتاعتنا هتبقى نقول له التدفق المباشر للأموال بدون وجود المؤسسات المالية، أي من خلال سوق المال فقط. ده بيتم من خلال سوق المال فقط، والاحتمالية دي بتكون منخفضة جدا، وده بيرجع لعدة أسباب. أول سبب وهو تكاليف المعلومات، تكاليف المعاملات، السيولة ومخاطر تغيير الأسعار. يبقى ما يقول لي من أسباب انخفاض احتمال تدفق الأموال مباشرة، وخلي بالي هنا ان الطريقه بتتم بطريقه مباشره او بطريقه غير مباشره، هنا بيقول لي بطريقه مباشره بدون وجود مؤسسات ماليه، ده بيكون لعده اسباب. اول سبب تكاليف المعلومات، تاني سبب تكاليف المعاملات، تالت سبب السيوله ومخاطر تغيير الاسعار. طب ازاي تتم بطريقه غير مباشره؟ اللي هي تدفق الاموال بالطريق الغير مباشر مع وجود مؤسسات ماليه. هنا قال لي ازاي تتدفق الاموال بالطريق الغير مباشر مع وجود مؤسسات ماليه. قال لي ده بيتم من خلال نوعين، في مؤسسات ماليه لا تقوم بدور الوساطه الماليه، وثانيا في مؤسسات ماليه تقوم بدور الوساطه الماليه. يبقى التدفق الغير مباشر مع وجود مؤسسات ماليه بيتم بحاجتين، في مؤسسات ماليه لا تقوم بدور الوساطه الماليه، وفي مؤسسات ماليه تقوم بدور الوساطه الماليه. ايه معنى مؤسسات ماليه لا تقوم بدور الوساطه الماليه؟ بتعمل ايه دي؟ قال لي دي بانما تقدم خدمات ماليه مثل سمساره الاوراق الماليه وتجار الاوراق الماليه وبنوك الاستثمار. اما مؤسسات ماليه تقوم بدور الوساطه الماليه من خلال قبول الودائع والمدخرات وتقديم القروض مثل البنوك التجاريه وشركات التامين والتمويل ومؤسسات الايداع. يبقى احنا لو قال لي ايه هي المؤسسات الماليه اللي بتقوم بدور الوساطه، اقول له دي سمسره الاوراق الماليه وتجار الاوراق الماليه وبنوك الاستثمار. طب ايه هي المؤسسات الماليه اللي بتقوم بدور الوساطه الماليه؟ اللي هي البنوك التجاريه وشركات التامين والتمويل ومؤسسات الايداع. يبقى احنا كده لو حبينا نشوف اللي احنا قلناه كله ونفهمه مع بعض، قلنا يا جماعه مع بعض ببساطه احنا بنتكلم على المؤسسات الماليه، وقلنا معنى كلمه مؤسسات ماليه المؤسسات دي يقصد بيها البنوك التجاريه وبنوك الاستثمار والادخار وشركات التمويل. قلنا الكلام ده كله بيقدم دور هام في تحويل الاموال من مقدم الاموال الى مستخدم الاموال، بتقدم دور مهم قوي في تحويل الاموال من مقدم الاموال اللي هم اصحاب الفائض الى مستخدم الاموال اللي هم اصحاب الحاجه. بعدها استعرضنا نقطة تانية وقلنا ما هي الخدمات التي يقدمها النظام المالي، أي نظام مالي اتفقنا بيقدم كام خدمة؟ برافو كده، قلنا بيقدم أربع خدمات. أول خدمة بيقدمها الائتمان، تاني خدمة الدفع، الادخار توفير النقود. يبقى دي الخدمات اللي بيقدمها النظام المالي اللي هم الأربع خدمات، الائتمان، الدفع، توفير النقود والادخار. بعدها اتكلمنا مع بعض بنقطة مهمة قوي، وقلنا دور المؤسسات المالية كوسيط مالي. ما احنا قايلين المؤسسات المالية لها دور في التعريف بتاعها، ان هي بتحول الاموال من مقدم الاموال الى مستخدم الاموال، او بتقوم بتحويل الاموال من الشخص المقرض الى الشخص المقترض. وده بيتم بطريقتين، اما بيتم بطريقة مباشرة او بطريقة غير مباشرة. وخدنا سؤال اللي هي اسباب احتمال تدفق الاموال بطريقه مباشره واسباب احتمال تدفق الاموال بالطريقه الغير مباشره، اللي هي في وجود مؤسسات ماليه وسيطه وبدون ليها دور مؤسسات ماليه وسيطه وبدون او ما فيش دور للمؤسسات الماليه الوسيطه. دلوقتي هنستعرض سؤال بيقول لي ما هي انواع المؤسسات الماليه الوسيطه. المؤسسات الماليه الوسيطه ليها اربع انواع. المؤسسات المالية الوسيطة لها أربع أنواع. واحد، المؤسسات الإيداعية. اتنين، المؤسسات الاستثمارية. تلاتة، المؤسسات التعاقدية. أربعة، مؤسسات سوق الأوراق المالية. يبقى المؤسسات المالية الوسيطة، هيجي يقول لي تكلم عن أنواع المؤسسات المالية الوسيطة بإيجاز، أقول له أنواع المؤسسات المالية الوسيطة: واحد، المؤسسات الإيداعية. اتنين، المؤسسات الاستثمارية. ثلاثة، المؤسسات التعاقدية. أربعة، مؤسسات سوق الأوراق المالية. طبعا احنا هنستعرض لكل واحدة من دول بالتفصيل،
يعني ايه مؤسسات ادعيه وبتشمل ايه، يعني ايه مؤسسات استثماريه وبتشمل ايه، يعني ايه مؤسسات تعاقديه وبتشمل ايه. نبدا مع بعض كده من اسمها. اول مؤسسه، مؤسسه ادعيه. من اسم المؤسسه مؤسسه ادعيه، يبقى المؤسسه دي بتقبل الودائع. مؤسسه ادعيه هي تقبل الودائع. بتقبلها من مين؟ هل بتقبلها من اي حد؟ قلت لا، تقبل الودائع من الافراد والمؤسسات. طب بعد ما المؤسسه دي تقبل الودائع من الافراد والمؤسسات، هل بتحتفظ بها؟ قلت لا، بتقدم قروض لطالبها. يبقى معنى المؤسسات الادعيه اللي انا عندي مؤسسه، المؤسسه دي بتقوم بقبول الودائع من الافراد والمؤسسات. بعد ما تقبل الودائع من الافراد والمؤسسات ما بتحتفظش بها عندها، لا ده بتقدم قروض لطالبها. فلو بصينا كده مع بعض وشفنا المؤسسات الادعيه، بيقول لي اولا المؤسسات الادعيه هي المؤسسات الماليه الوسيطه التي تقبل الودائع من الافراد والمؤسسات وتقدم قروض لطالبها وتقترض من الغير. يبقى المؤسسات الادعيه بتقبل ودائع. طب مؤسسات ادعيه زي ايه؟ قال لي تشمل المؤسسات الادعيه اربع حاجات: واحد، البنوك التجاريه، اثنين، بنوك الادخار المشتركه، ثلاثه، مؤسسات الادخار والاقتراض، اربعه، اتحادات الائتمان. يبقى المؤسسات الادعيه شملت كام عنصر عندي؟ المؤسسات الادعيه شملت اربع عناصر، علاقي بنكين ومؤسسة واتحاد. يبقى لو نسيت خالص وقال لي ايه هي المؤسسات الادعية تشمل ايه، هلاقيهم اربع، تشمل اربع انواع: بنكين اللي هم البنوك التجارية وبنوك الادخار، طب ومؤسسة، مؤسسات الادخار، طب واتحادات اللي هي اتحادات الائتمان. يبقى عشان ما انساهاش، المؤسسات الادعية تشمل اربع حاجات: بنكين ومؤسسة واتحاد. ده المؤسسات الادعية. نبدأ نتكلم على أول نقطة من عندنا في المؤسسات الإدعية اللي هي بتشملها البنوك التجارية. يعني إيه البنوك التجارية وإيه هي وظائفها وبتعمل إيه وإيه الخدمات اللي بتقدمها البنوك التجارية دي؟ عايزين نشوف مع بعض إيه القصة دي. يمكن استعرضنا الكلام ده، هنستعرضه إن شاء الله في المنهج في بعض المواد التانية. البنوك التجارية قلنا من اسمها هي بنوك تقبل الودائع، ما هي مؤسسات إدعية ومن ضمنها بنوك تجارية، يبقى بتقبل الودائع زي المؤسسات بتاعتها. يبقى هي المؤسسات المالية التي تقبل الودائع. طب بعد ما بتقبل الودائع وتقدم قروض للمستهلكين، يبقى بتقبل الودائع وبتقدم قرض للمستهلك، وبتقدم قروض عقارية، وبتشتري أوراق مالية حكومية، وهي الأكثر أهمية بين البنوك. يبقى ممكن يجي لي سؤال صح وغلط، يقول لي البنوك التجارية هي الأكثر أهمية بين البنوك، أقول له الجملة صح، أو يجي يقول لي علل البنوك التجارية هي الأكثر أهمية بين البنوك، أقول له وذلك لأنها البنوك الوحيدة التي تؤثر في العرض النقدي زيادة ونقصا. يبقى في الحتة دي ممكن أطلع منها بسؤالين، اللي هي البنوك التجارية، البنوك التجارية دي بتعمل إيه؟ بتقبل الودائع. طب بعد ما بتقبل الودائع اتفقنا ما بتخليهاش عندها، بتحتفظ بيها، ده بتقدم قروض للمستهلكين، وبتقدم قروض عقارية، وبتشتري أوراق مالية. طيب البنوك دي قلنا عليها ايه؟ هي الاكثر اهميه بين البنوك. طب ليه يا عم هي اكثر اهميه بين البنوك؟ ايه السبب اللي بيخليها اكثر اهميه بين البنوك؟ تقول لانها الوحيده التي تؤثر في العرض النقدي، الوحيده اللي بتاثر في العرض النقدي بالزياده او بالنقص. يبقى جالي صح وغلط، جالي علل، جات لي اكمل، طب انا فاهم ان البنوك التجاريه هي من اكثر البنوك اهميه، او اكثر البنوك اهميه هي البنوك التجاريه. طيب البنوك دي ليها وظائف، ايه هي وظائف البنوك التجارية؟ عايزين نشوف مع بعض كده وظيفها ايه. لو حبيت اسألك كده اقول لك بنك تجاري بيعمل ايه ووظيفته ايه. اي بنك في الدنيا بيعمل حاجتين: قبول الودائع وفتح الحسابات، ومنح التسهيلات الائتمانية والقروض. يبقى البنك التجاري ده ببساطة قوي كده عشان افهمها، عمالين نقول قبول ودائع قبول ودائع، يبقى دي وظيفة من وظائف البنك. يبقى اول وظيفة عندي من وظائف البنوك التجارية على الآية قبول الودائع. طب قبل ما نشوف الوظائف دي ونتكلم عنها بالتفصيل، هل عندي البنوك التجارية هي بنوك واحدة؟ قلت اه هي بنوك واحدة وهي بنوك تقبل الودائع. طب هل في بنوك تانية اسمها بنوك غير تجارية؟ قلت له اه في بنوك تانية اسمها بنوك غير تجارية. زي ايه البنوك الغير تجارية؟ بص بيقول لي كده ايه؟ البنوك الغير تجارية تشمل البنوك المتخصصة
ومعنى كلمة بنوك متخصصة من اسمها بتتخصص في تمويل نشاط اقتصادي معين. اما اقول الشخص ده متخصص في مجاله، الدكتور ده متخصص في مجاله، المهندس ده متخصص في مجاله، يبقى ده اصبح راجل متخصص في العمل بتاعه. فنفس الكلام البنك المتخصص يتخصص في تمويل نشاط اقتصادي معين، زي البنوك الصناعية تتخصص في تمويل الاستثمارات الصناعية. طب البنوك العقارية تتخصص في تمويل الاستثمارات العقارية. في عند البنوك الزراعية، من ضمن البنوك غير التجارية في بنوك اسمها بنوك الاستثمار. يبقى احنا عندنا نزود تاني، اللي من ضمن البنوك غير التجارية في بنوك اسمها بنوك الاستثمار. يبقى البنوك الغير تجارية هي البنوك الايه؟ المتخصصة وبنوك الاستثمار. والمتخصصة دي تتخصص في تمويل نشاط اقتصادي معين، زيها زي البنوك الصناعية، البنوك العقارية، البنوك الزراعية. يبقى احنا في الجزء ده اتكلمنا فيه على ايه؟ اتكلمنا فيه على البنوك التجارية والبنوك غير التجارية. قلنا البنوك التجارية هي بنوك تقبل الودائع وتقدم قروض للمستهلكين، وبتقوم بعملية شراء أوراق مالية، وهي الأكثر أهمية بين البنوك. ليه أكثر أهمية؟ لأنها البنوك الوحيدة التي تؤثر في العرض النقدي بالزيادة أو بالنقص. طب قلنا في بنوك عندنا اسمها بنوك غير تجارية، قلنا بنوك المتخصصة وبنوك الاستثمار. بنوك متخصصة قلنا دي بنوك تتخصص في نشاط معين، زي البنوك الصناعية، زي البنوك العقارية، زي البنوك الزراعية. طب تعال نبص مع بعض كده على وظائف البنوك التجارية. ايه هي وظائف البنوك التجارية بقى؟ قلنا وظائف البنوك التجارية عندي متعددة، من اهمها اول حاجة فتح الحسابات وقبول الودائع. اتفقنا ان اي بنك تجاري بيفتح حسابات للعملاء وبيقبل ودائع من العملاء، قلنا افراد او مؤسسات. اتنين، خلق النقود اللي هي خلق الودائع. تلاتة، تقديم القروض والتسهيلات قصيرة الاجل. يبقى انا هنا عايز اقف نقطة بسيطة، ان البنوك التجارية بتقدم قروض قصيرة الاجل. خصم الاوراق التجارية، ومعنى كلمة خصم معناها بيع، والاوراق التجارية هي الشيكات والكمبيالات. يبقى معنى كلمة اوراق تجارية يقصد بيها الشيكات والكمبيالات، وكلمة خصم معناها بيع، الاوراق التجارية معناها الشيكات والكمبيالات. بعدها بيع وشراء الاوراق المالية، تمويل التجارة الخارجية، وخدمات اخرى بيقدمها او تقدمها البنوك. يبقى البنوك التجارية عندي احنا خدنا كام وظيفة مع بعض؟ 7 وظائف من وظائف البنوك التجارية. لو حبينا كده قولهم ببساطة مع بعض، البنك التجاري بيعمل ايه؟ البنك التجاري بيقوم بفتح الحسابات وقبول الودائع. خلاص فتح حساب للعميل وقبل ودائع من العميل. خلق النقود اللي هي خلق الودائع، تقديم القروض والتسهيلات. ما الفلوس اللي عنده دي مش هيخليها عنده يحتفظ بيها، اتفقنا على المبدأ ده، هيبدأ يطلعها في صورة ايه؟ قروض وتسهيلات بس قصيرة الاجل. ومهم اول كلمة اقول قصيرة الاجل. بعد كده خصم الاوراق التجارية، ومعنى كلمة اوراق تجارية اللي هي الشيكات والكمبيالات. بيع وشراء الاوراق المالية، تمويل التجارة الخارجية، والخدمات الاخرى التي تقدمها البنوك. يبقى احنا كده استعرضنا وظائف البنوك التجارية. لو جه في الامتحان وقال لي ما هي وظائف البنوك التجارية، ودي من الاسئلة المهمة قوي، بيجي يقول لي ما هي وظائف البنوك التجارية، او هناخدها بعدين شوية وظائف بنوك الاستثمار. واحدة منهم بتكون في الامتحان ان شاء الله، اللي هي وظائف البنوك التجارية او وظائف بنوك الاستثمار. فلو قال لي وظائف البنوك التجارية اكتب السبعة، او نكتب السبعة مع بعض. طب احنا اخر حاجة قلناها من ضمن وظائف البنوك التجارية، خدمات اخرى يقدمها البنك التجاري. طب يا مستر ايه الخدمات الاخرى بيقدمها البنك التجاري؟ هقول لك مع بعض، احنا هناخدها دلوقتي خدمتين بيقدمهم البنك التجاري، خدمات النفع العام وخدمات امناء الاستثمار. يبقى كام خدمة عندي؟ 2 اللي هي الخدمات الاخرى اللي بيقدمها البنك التجاري، زي خدمات النفع العام وخدمات امناء الاستثمار. ودي سؤال من ضمن الاسئلة يقول لي فيها الخدمات التي تقدمها البنوك التجارية. الخدمات التي تقدمها البنوك التجارية، كام خدمة بيقدمها البنك التجاري؟ قلنا البنك التجاري بيقدم عندي خدمتين. اول خدمة لو بصينا كده عليها مع بعض، خدمات امناء الاستثمار. ثانيا خدمات النفع العام. يبقى خدمتين هم خدمات امناء الاستثمار وخدمات النفع العام. طب يا مستر قول لنا كده يعني ايه خدمات امناء الاستثمار؟ ايه هي معناها؟ اقول لك خدمات امناء الاستثمار تتمثل في
سداد الالتزامات الدورية للعملاء، إقامة المعارض السلعية، ممارسة عمليات بيع وشراء العقارات، القيام بوظيفة الوكيل الممثل للعميل قبل الجوازات وشركات التأمين. يبقى دي كلها اسمها خدمات أمناء الاستثمار. 4 خدمات من ضمن خدمات أمناء الاستثمار: اللي أنا بسدد التزامات العملاء، بقيم معارض، بقوم بمارس عملية البيع والشراء العقارات، بمثل العميل قبل الجوازات وشركات التأمين. طب خدمات النفع العام زي إيه؟ خدمات النفع العام قلت أول خدمة من خدمات النفع العام تأجير خزائن الأمانات، تحصيل الشيكات والكمبيالات للعملاء وسداد ديونهم. واحنا قلنا قبل كده من شويه تحصيل شيكات وكمبيالات، قلنا الشيكات والكمبيالات اللي هي الاوراق الايه، الماليه ولا التجاريه؟ قلنا لا، الشيكات والكمبيالات هي اوراق تجاريه. يبقى دي الخدمات اللي بتقدمها البنوك التجاريه. خدمتين: خدمات امناء الاستثمار وخدمات النفع العام. يبقى قبل ما احنا نستعرض نقطه تانية كده، البنوك التجاريه خدنا فيها يعني ايه كلمه او ايه المقصود بالبنوك التجاريه، وقلنا في بنوك تانية هي بنوك غير تجارية. خدنا مع بعض وظائف البنوك التجارية والخدمات التي تقدمها البنوك التجارية. دلوقتي هنشوف موارد واستخدامات البنوك التجارية ايه، مواردها ايه واستخداماتها ايه. لو بصينا كده مع بعض هنلاقي الاستخدامات اللي هي الاصول. يبقى مواردها واستخداماتها: اولا الاصول اللي هي الاستخدامات يقصد يعني، وهي ارصدة نقدية، حوالات، محفظة أوراق مالية، قروض وسلفيات، أصول أخرى. يبقى ما يجي يقول لي الاستخدامات اللي هي الأصول، احنا فاهمين طبعا من دراستنا للمحاسبة في الصف الأول والتاني، فاهمين الميزانية بتبقى أصول وخصوم. فيبقى في عندي الأصول اللي هي الاستخدامات، والخصوم اللي هي الموارد. فالأصول البنك التجاري اللي هي استخداماته، قلنا في أرصدة نقدية، حوالات، محفظة أوراق مالية، قروض وسلفيات، أصول أخرى. اما الخصوم اللي هي الموارد، والموارد عندي فيه موارد ذاتيه للبنك مثل راس المال والاحتياطيات، موارد غير ذاتيه تمثل في الودائع بانواعها، حسابات البنوك والقروض من البنك المركزي، او خصوم اخرى. يبقى احنا عندي في اصول اخرى وفي خصوم اخرى كده، حفظت واحده من الاثنين. ابدا اخد بص على الاصول، الاقي فيه ارصده نقديه وحوالات ومحفظه اوراق ماليه وقروض وسلفيات. ابص على الخصوم الاقي في موارد ذاتيه وموارد غير ذاتيه، والقروض من البنك المركزي. موارد ذاتيه اللي زي راس مال البنك واحتياطي البنك اللي هو كانه احتياطي قانوني، وفي موارد غير ذاتيه اللي هي في الودائع بانواعها. دي موارد واستخدامات البنوك التجاريه. يبقى كده انتهينا من البنوك التجاريه. لو حبينا كده نستعرض البنوك التجارية كلها مع بعض، وحد كده يفكرني يقول لي البنوك التجارية من أنهي مؤسسات؟ يا ترى البنوك التجارية من المؤسسات الإدعية، ولا المؤسسات الاستثمارية، ولا المؤسسات التعاقدية، ولا مؤسسات سوق الأوراق المالية؟ أقول له لا، البنوك التجارية من ضمن المؤسسات الإدعية. يبقى ممكن تجي لي في اختيار يقول لي البنوك التجارية من ضمن المؤسسات أنهي؟ أقول له البنوك التجارية من ضمن المؤسسات الإدعية. طب البنوك التجارية دي معناها ايه؟ قلت البنوك التجارية بكل بساطة هي بنوك تقبل الودائع، وبعد ما تقبل الودائع بتقدم قروض. طب البنوك التجارية دي هي اكثر اهمية بين البنوك. ليه؟ لانها تؤثر في العرض النقدي بالزيادة او النقص. بعدها قلنا في بنوك عندنا اسمها بنوك غير تجارية، والبنوك الغير تجارية قلنا في حاجتين، سواء بنوك متخصصة أو بنوك الاستثمار. طب قلنا بنوك متخصصة تتخصص في نشاط اقتصادي معين، أو على سبيل المثال أو زي البنوك الإيه الصناعية تتخصص أو بتساهم في المشروعات الصناعية، البنوك العقارية، البنوك الزراعية، وفي عندنا بنوك تانية وهي بنوك الاستثمار. بعدها اتكلمنا على وظائف البنك التجاري أو وظائف البنوك التجارية. لو تفتكروا كده قلنا وظائف البنوك التجارية أول وظيفة ليها فتح الحسابات وقبول الودائع. يبقى أول وظيفة عندنا للبنك هو إيه؟
فتح الحسابات وقبول الودائع. طب وظيفة تانية البنك خلق النقود اللي هي الودائع. بعد كده منح القروض والتسهيلات الائتمانية. أنهي فيهم؟ قصيرة الأجل ولا متوسطة الأجل ولا طويلة الأجل؟ قلت لا، البنوك التجارية بتكون قصيرة الأجل. بعد كده البنوك بتعمل إيه؟ قلت بتقوم بعملية خصم الأوراق التجارية. وقلنا خصم معناها بيع، والأوراق التجارية اللي قلنا عليها الشيكات والكمبيالات. بعدها بيع وشراء الأوراق المالية. بعد كده تمويل التجارة الخارجية وتقديم الخدمات الأخرى. وقلنا من أهم الخدمات التي تقدمها البنوك التجارية، قلنا في خدمتين بتقدمها البنوك التجارية: خدمات أمناء الاستثمار وخدمات النفع العام. بعدها انتقلنا لنقطة تانية وقلنا موارد واستخدامات البنك. قلنا بكل بساطة الاستخدامات اللي يقصد بيها الأصول، الأصول وهي الاستخدامات، أما الخصوم اللي هي الموارد. وقلنا الخصوم اللي هي الموارد إما بتكون موارد ذاتية زي رأس المال والاحتياطيات، أو موارد غير ذاتية، أو قروض من البنك المركزي، أو خصوم أخرى. أما الأصول فهنلاقي عندنا في أرصدة نقدية، في محفظة أوراق مالية، في حوالات، في عندي قروض وسلفيات، وفي خصوم أخرى. يبقى احنا كده انتهينا من البنوك التجارية، وده كان أول نقطة بيشملها المؤسسات الإدعية كانت البنوك التجارية. نبص كده ونخش على نقطة تانية وهي بنوك الإدخار. مش احنا لو تفتكروا كده قلنا مع بعض المؤسسات الإدعية تشمل أربع حاجات؟ مش قلنا تشمل البنوك التجارية، وخدنا البنوك التجارية قلنا يعني إيه؟ وقلنا تشمل بنوك الإدخار، أما قلت لكم هي تشمل بنكين ومؤسسة واتحادات. تشمل بنوك تجارية وبنوك الإدخار ومؤسسات الإدخار واتحادات الائتمان. احنا اتكلمنا على البنوك التجارية، تعال نتكلم على بنوك الادخار. قال لي بنوك الادخار تتشابه مع مؤسسات الادخار والاقتراض. وفي نقطة مهمة قوي قوي دي نحفظها كويس قوي: ويمتلك المدعين البنك وهيكلها يقترب من التعاونيات. يبقى مدعين بيمتلكوا البنك، بنوك الادخار المدعين يمتلكوا البنك، يمتلك المدعين البنك وهيكلها يقترب من التعاونيات. عشان لو جات لي في صح وغلط، جات لي في مصطلح علمي، اكون فاهمها واقول له دي بنوك الادخار اللي هي يمتلك المدعين البنك وهيكلها يقترب من التعاونيات. طب مؤسسات الادخار، قال لي مؤسسات الادخار دي بتجمع مواردها المالية من الودائع الادخارية. يبقى مؤسسات الادخار والاقتراض تقوم بتعبئة الموارد المالية، يعني بتجمع مواردها المالية من الودائع الادخارية، وبعد كده بتقدم قروض. طب اتحادات الائتمان، قال لك اتحادات الائتمان هي مؤسسات اقتراض تعاونية صغيرة جدا ومنظمة حول مجموعة اجتماعية معينة. يبقى اتحادات الائتمان هي مؤسسات اقتراض تعاونية صغيرة جدا. يبقى أنا بقيت المؤسسات الإدعية اللي هي بنوك الإدخار ومؤسسات الإدخار والاقتراض واتحادات الائتمان خدتهم كمصطلحات. أفهم بنوك الإدخار قلنا يمتلك المودعين البنك وهيكلها يقترب من التعاونيات. طب مؤسسات الإدخار قلنا بتجمع مواردها المالية من الودائع الإدخارية وبتقدم قروض. طب اتحادات الائتمان هي مؤسسات اقتراض تعاونية صغيرة جدا. كده يبقى انتهينا من المؤسسات الإدعية، انتهينا من المؤسسات الإدعية. يبقى احنا لو تفتكروا كان السؤال بتاعنا المؤسسات المالية الوسيطة، قلنا أول مؤسسة مالية وسيطة هي المؤسسات الإدعية، واتكلمنا على المؤسسات الإدعية قلنا هي بتقبل ودائع من الأفراد والمؤسسات وتقدم قروض. وقلنا المؤسسات الإدعية تشمل أربع حاجات: البنوك التجارية، بنوك الإدخار، مؤسسات الإدخار والاقتراض، اتحادات تعاونيات. بعد كده خدنا البنوك التجارية بالتفصيل، قلنا عن ايه البنك التجاري والبنك الغير تجاري، خدنا وظيفة البنك التجاري، خدنا الخدمات اللي بيقدمها البنك التجاري وموارد واستخدامات البنوك التجارية. بعد كده خدنا تعريف يعني ايه بنك الادخار، ويعني ايه مؤسسات الادخار، ويعني ايه اتحادات الائتمانية، يعني ايه الاتحادات الائتمانية. دلوقتي هننتقل
للنقطة الثانية من المؤسسات المالية الوسيطة وهي المؤسسات الاستثمارية. قال لي المؤسسات الاستثمارية دي تتكون من شركات التمويل والصناديق المشتركة والصناديق المشتركة لسوق النقد. يبقى المؤسسات الاستثمارية هل تشمل 4 نقط زي المؤسسات الإدعية؟ قلت له لا، تشمل 3 بس، اللي هي ايه؟ شركات التمويل والصناديق المشتركة والصناديق المشتركة لسوق النقد. يبقى المؤسسات الاستثمارية بتشمل عندي 3 عناصر او 3 حاجات، ايه هما؟ شركات التمويل، صناديق مشتركة، صناديق مشتركة لسوق النقد. نبدأ نتكلم على كل نقطة بالتفصيل. يعني ايه شركات التمويل؟ قلنا شركات التمويل تقوم بتجميع الموارد عن طريق بيع الأوراق التجارية وتقديم قروض للمستهلكين. يبقى شركات التمويل بتقدم قروض للمستهلكين، ونخلي بالنا هي بتقدم قروض للمستهلكين لشراء الأساس والسلع المعمرة. نخلي بالنا من النقطة دي، إن شركات التمويل تقدم قروض للمستهلكين، بتقدم قروض للمستهلكين ليه؟ لشراء الأساس والسلع المعمرة. دي اسمها شركات التمويل، اللي أنا ممكن أمول أي شخص معين عشان يشتري سلعة أو يشتري سلعة معمرة، يشتري عربية، يشتري ثلاجة، يشتري تليفون، فأنا بموله بمبلغ معين، المبلغ ده بياخده كقرض معين بيشتري بيه إما أساس أو بيشتري بيه سلع معمرة، يبقى دي اسمها شركات التمويل. 2، الصناديق المشتركة. قال لي تقوم بتعبئة الموارد، يعني بتجمع مواردها عن طريق بيع الأسهم. يبقى بتجمع الموارد عن طريق بيع أسهم إلى كثير من الأفراد والاستخدام في شراء محفظة متنوعة. يبقى الصناديق المشتركة دي بتعمل إيه؟ بتبدأ تعمل عملية بيع أسهم لكثير من الأفراد، وتستثمر الكلام ده وبتستخدمه في شراء محفظة متنوعة. يعني إيه كلمة محفظة متنوعة؟ يعني بتقوم بشراء محفظة أوراق مالية لمجموعة من الأسهم، سهم 1، سهم 2، سهم 3، سهم 4، بتشتري مجموعة من الأسهم دي كلها وتحطها، يبقى دي اسمها عملت محفظة أوراق مالية، اللي هي اشترت مجموعة من الأسهم في من خلال بورصة الأوراق المالية. يبقى هي اشترت أو عملت محفظة أوراق مالية لشراء مجموعة من الأسهم. طب الصناديق المشتركة لسوق النقد، قال لي الصناديق المشتركة لسوق النقد لها خصائص الصناديق المشتركة ولكن لها وظائف المؤسسات الإدعية. يبقى الصناديق المشتركة لسوق النقد جمعت بين حاجتين، ان ليها خصائص الصناديق المشتركة وليها وظائف المؤسسات الإدعية. ليها خصائص الصناديق المشتركة ولها وظائف المؤسسات الإدعية. يبقى المؤسسات الاستثمارية اتكلمنا فيها او قلنا تشمل المؤسسات الاستثمارية نقط ونقط ونقط. اقول له تشمل المؤسسات الاستثمارية شركات التمويل، الصناديق المشتركة، الصناديق المشتركة لسوق النقد. طب شركات التمويل، قلنا شركات التمويل هي بتجمع الموارد عن طريق بيع الأوراق التجارية وتقدم قروض للمستهلكين، بتقدم قروض للمستهلكين عشان ايه؟ لشراء الأساس والسلع المعمرة. ده الجزء الثاني اللي هي المؤسسات الاستثمارية. يبقى احنا اتكلمنا على المؤسسات الإدعية واتكلمنا على المؤسسات الاستثمارية. المؤسسة الثالثة من المؤسسات المالية الوسيطة وهي المؤسسات التعاقدية. المؤسسة الثالثة من ضمن المؤسسات المالية الوسيطة اللي هي المؤسسات التعاقدية. المؤسسات التعاقدية دي تشمل ايه؟ قال لي تشمل حاجتين، تشمل شركات التأمين، شركات التأمين وصناديق الضمان الاجتماعي. يبقى المؤسسات التعاقدية تشمل حاجتين، شركات التأمين وصناديق الضمان الاجتماعي. يبقى أنا كده عايز أخدها ببساطة عشان نبدأ ما نيجي نذاكر ونحفظ مع بعض وما نتوهش. احنا قلنا المؤسسات المالية الوسيطة 4 مؤسسات، خدنا منهم لغاية دلوقتي 3، مؤسسات إدعية، مؤسسات استثمارية، مؤسسات تعاقدية. لو عايزين نركز مع بعض كده، الثلاث مؤسسات دول مش كل واحدة فيهم تشمل حاجة، ناخدهم بالترتيب. المؤسسات الإدعية كانت تشمل 4 عناصر، تشمل 4، اللي هو ايه؟
البنوك التجارية، بنوك الادخار، مؤسسات الادخار، اتحادات الائتمان. طب المؤسسات الاستثمارية تشمل ثلاثة: شركات التمويل، الصناديق المشتركة، الصناديق المشتركة لسوق النقد. المؤسسات التعاقدية تشمل حاجتين: شركات التأمين وصناديق الضمان الاجتماعي. يبقى احنا لو حفظناهم على اول واحد ثلاثة، التعاقدية اتنين، عشان بس ما نجيش نتوه نحاول نحفظهم ببساطة. طب يعني ايه شركات التأمين يا مستر، وايه قصة شركات التأمين؟ اول حاجة عايزين نفهم يعني ايه عقد التأمين. قلنا عقد التأمين عبارة عن عقد بيكون ما بين المؤمن والمؤمن له، يعني شركة التأمين والشخص المستفيد بالتأمين، اللي هو بيدفع مبلغ اقساط سنوية او اقساط شهرية على حسب العقد. المبلغ ده بيدفعه الاقساط دي وبياخد تعويض في حالة وقوع اي حادث. زي على سبيل المثال شخص مؤمن على العربية بتاعته، فبيدفع اقساط للعربية دي، فاول لما بتحصل حادثة للعربية او يحصل اي ضرر ليها على حسب بتغطي التأمين، شركه التامين بتدفع له التعويض الكافي. فنبص كده مع بعض ونشوف. المؤسسات التعاقديه تتكون من شركات التامين وصناديق الضمان الاجتماعي، وتجمع مواردها على فترات دوريه على اساس تعاقدي، اللي قلت يبقى في تعاقد بين شركه التامين وبين الشخص. ايه هو مفهوم التامين، او ايه المقصود بمفهوم التامين؟ قلنا التأمين عقد يلتزم به المؤمن اللي هو شركة التأمين إلى المؤمن له أو المستفيد بدفع مبلغ في حالة وقوع حادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد اللي أنا قايل عليه في العقد حصل، وذلك نظير قسط اللي هو الأقساط اللي بيدفعها. فإن تحويل الخطر هو جوهر وأساس العملية التأمينية. والجملة دي ممكن تجي لي صح وغلط، يقول لي تحويل الخطر هو جوهر وأساس العملية التأمينية، يبقى الجملة صح، إن تحويل الخطر هو جوهر وأساس العملية التأمينية. يبقى مفهوم التأمين تاني، قلنا عقد يلتزم به المؤمن إلى المؤمن له أو المستفيد بدفع مبلغ في حالة وقوع حادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد، وذلك نظير قسط. وفي النهاية فإن تحويل الخطر هو جوهر وأساس العملية التأمينية، اللي هو أسس العملية التأمينية، اللي هو تحويل الخطر هو جوهر أسس العملية التأمينية. ده مفهوم التأمين. طب هل يا جماعة التأمين ده فيه أنواع؟ هل التأمين ليه عناصر؟ قلت التأمين فيه أنواع. التأمين فيه نوعين، في تأمينات عامة وتأمينات على الحياة. يعني إيه تأمينات عامة وتأمينات على الحياة؟ يعني أنا دلوقتي على سبيل المثال أنزل لشركة التأمين وأتفق معاها وأتعاقد معاها وخلاص أدفع الأقساط بتاعتي، اللي أنا بأمن على العربية بتاعتي، بأمن على المصنع بتاعي، بأمن على الآلة بتاعتي، يبقى اسمه تأمينات عامة اللي هي تأمين ممتلكات. أما أنا كشخص بأمن على حياتي ضد بلوغ السن 60 سنة، ضد الوفاة، ضد العجز، يبقى ده اسمه التأمين على الحياة. يبقى أنا النقطة كده اللي هي أنواع التأمينات. وأنواع التأمينات ألاقيها كم نوع؟ اتنين، تأمينات عامة والتأمينات على الحياة. طب في حاجة تانية اسمها عناصر التأمين إيه؟ أو أركان التأمين إيه؟ نشوف مع بعض عناصر التأمين. لابد يكون مثبوت عندي مبلغ التأمين، مدة التأمين، وثيقة التأمين، والمؤمن والمؤمن له، كل ده من ضمن العناصر الأساسية للتأمين. نبص عليها في السؤال بتاعها، بيقول لي العناصر والأركان الرئيسية للعملية التأمينية. أول عنصر من عناصر العملية التأمينية اللي هو عقد التأمين. اتنين، وثيقة التأمين. تلاتة، المؤمن، وقلنا المؤمن اللي هو شركة التأمين. أربعة، المؤمن له، وقلنا المؤمن له هو صاحب وثيقة التأمين. خمسة، المستفيد. ستة، مبلغ التأمين. سبعة، فترة التأمين. يبقى السؤال ده من الأسئلة المهمة اللي بتيجي على طول في الامتحانات، يقول لي ما هي العناصر، أو يجيب لي بين قوسين الأركان الرئيسية للعملية التأمينية. أقول له العناصر أو الأركان الرئيسية للعملية التأمينية سبع عناصر: عقد التأمين،
وثيقة التأمين، مبلغ التأمين، فترة التأمين. يبقى أنا جبت أهم أربعة بسيطة قوي: عقد التأمين، وثيقة التأمين، مبلغ تأمين، فترة التأمين. المؤمن والمؤمن له والمستفيد. يبقى أنا لما أجي أحفظها ما أخدش وقت فيها. إن عناصر أو الأركان الرئيسية للتأمين هم 7 عناصر: عقد التأمين، وثيقة التأمين، فترة التأمين، مبلغ تأمين، مؤمن ومؤمن له، والمؤمن اللي هو شركة التأمين، والمؤمن له اللي هو الشخص المستفيد أو صاحب وثيقة التأمين، وفي بعد كده المستفيد. دي اسمها العناصر أو أركان الرئيسية للعملية التأمينية. بعدها هنبص مع بعض إيه هي أنواع التأمين. قلنا أنواع التأمين في نوعين. لو بصينا كده أنواع التأمين: واحد، التأمينات العامة. والتأمينات العامة تشمل تأمينات على الممتلكات ضد السرقة والحريق، وتأمينات المسؤولية المدنية ضد الخسائر المالية المترتبة على المسؤولية القانونية. يبقى دي اسمها تأمينات عامة، اللي هي التأمين على الممتلكات أو تأمين المسؤولية المدنية. في التأمين على الحياة كالوفاة والعجز والمرض والتقاعد. يبقى ده كده أنواع التأمينات. يبقى كده انتهينا من المؤسسة الثالثة اللي هي المؤسسات الاستثمارية. المؤسسات الاستثمارية. بعدها يبقى في عندي المؤسسات سوق الأوراق المالية اللي هي فيها بنوك الاستثمار. وبنك الاستثمار يا جماعة هو بنك لا يقبل الودائع. يبقى نفهم كده ان بنك الاستثمار بنك لا يقبل الودائع. امال بيعمل ايه البنك ده؟ البنك ده يقدم النصيحة والإرشاد للعملاء. يبقى هو بنك لا يقبل الودائع، إنما يقدم النصيحة. طب احنا من شوية قلنا إن في وظائف للبنك التجاري، وقلنا في مهمة قوي وظائف بنك الاستثمار. بيعمل ايه بنك الاستثمار؟ بنك الاستثمار أول وظيفة ليه القيام بوظيفة وكيل. القيام بوظيفة وكيل المكتتبين. القيام بوظيفة صانع السوق. بيع وشراء الأوراق المالية. يبقى كل دي على إيها وظيفة من ضمن وظائف بنوك الاستثمار. يبقى بنك الاستثمار ده يقول لي في الامتحان إيه؟ بنك الاستثمار يقبل الودايع. أقول له غلط، لأن بنك الاستثمار لا يقبل الودايع، إنما يقدم النصيحة والإرشاد للعملاء. بنك الاستثمار يقوم بوظيفة الوكيل. الجملة صح. يقوم بوظيفة صانع السوق، وكيل المكتتبين، يقوم ببيع وشراء الأوراق المالية. كل دي بيعملها بنك الاستثمار. يبقى احنا النهاردة مع بعض في نقطة او في الجزء الاول بتاع سوق الأوراق المالية، خدنا ما هي المؤسسات المالية، خدنا المؤسسات المالية الوسيطة اللي هم 4 مؤسسات: مؤسسات إدعية، استثمارية، تعاقدية، سوق أوراق مالية. نبص كده مع بعض على الجزء ده الاول، نوعية بعض الأسئلة اللي ممكن تيجي عليه ونشوفها، ولو في وقت نكمل مع بعض تاني. بص السؤال الاول كده مع بعض. السؤال الاول: اذكر المصطلح العلمي المقابل. بيقول لي اذكر المصطلح العلمي المقابل. هي مؤسسات اقتراض تعاونية صغيرة جدا ومنظمة. لو تفتكروا كده قلنا مؤسسات اقتراض تعاونية صغيرة جدا، قلنا عليها هي اتحادات الائتمان. يبقى أول مؤسسة اقتراض تعاونية هي اتحادات الائتمان. 2، تتخصص في تمويل الاستثمارات الصناعية. من اسمها كده بتخصص في تمويل الاستثمارات الصناعية، يبقى على طول البنوك الصناعية. ما هي استثمارات صناعية وتتخصص، يبقى ده بنك متخصص. طب متخصص في الصناعة، يبقى ده البنوك الصناعية. 3، يمتلك المدعين البنك وهيكلها يقترب من التعاونيات. مين اللي المدعين بيمتلكوا البنك؟ قلنا بنوك الادخار المشتركة. رقم 3، بنوك الادخار المشتركة. 4، تؤدي دور هام تحويل الأموال من مقدمي إلى مستخدمي الأموال. مين اللي بيؤدي دور هام في
في تحويل الأموال من مقدمي إلى مستخدمي الأموال اللي هي المؤسسات المالية، لما قلنا عليها في الأول ما هي المؤسسات المالية. 5، تقوم بتقديم قروض إلى المستهلكين لشراء أساس أو سلعة معمرة. قلنا مع بعض مين اللي بيقدم قروض للمستهلكين عشان يشتروا أساس وسلع معمرة؟ قلنا شركات اسمها شركات الايه؟ التمويل. يبقى رقم 5 شركات التمويل. 6، مؤسسات مالية وسيطة تقبل الودائع من الأفراد والمؤسسات. مين هي المؤسسات المالية الوسيطة اللي بتقبل الودائع من الأفراد والمؤسسات؟ قلنا المؤسسات الإدعية. تمام، عشان دي مؤسسات مالية وسيطة، كلمة تقبل ودائع يبقى دي مؤسسات إدعية. 7، مؤسسات تتكون من شركات التأمين وصناديق الضمان الاجتماعي. ايه هي المؤسسات اللي بتكون من حاجتين؟ بتكون من شركات التأمين وصناديق الضمان الاجتماعي، اقول له المؤسسات التعاقدية. 8، عقد يلتزم المؤمن بدفع مبلغ الى المؤمن له، ده عقد التأمين، ان المؤمن اللي هو شركة التأمين تلتزم بدفع مبلغ للشخص صاحب الوثيقة. 9، تتمثل في تأجير خزائن الأمانات وتحصيل الشيكات. تتمثل في تأجير خزائن الأمانات وتحصيل الشيكات. قلت اللي بيأجر الخزائن وتحصيل الشيكات هي خدمات النفع العام. خدمات النفع العام. 10، لها خصائص الصناديق المشتركة ووظائف المؤسسات الإدعية. مين هي اللي ليها نفس خصائص الصناديق المشتركة وليها ووظائف المؤسسات الإدعية؟ قلنا دي الصناديق المشتركة لسوق النقد. الصناديق المشتركة لسوق النقد. يبقى أنا سؤال، بعض المصطلحات العشرة اللي احنا خدناهم على الأجزاء اللي احنا قلنا فيها مع بعض، ده المصطلح العلمي. سؤال تاني بيقول لي ضع علامة صح أو خطأ. عايزين نحط علامة صح أو خطأ، ويا ريت كده نحاول نقول مع بعض بالتعليل، وأنا هسيب ثواني تجاوبوا فيها معايا. أول حاجة، بنوك الادخار المشتركة هي مؤسسات اقتراض تعاونية صغيرة جدا. بنوك الادخار المشتركة هي مؤسسات اقتراض تعاونية صغيرة جدا. فعلا الجملة غلط، لأنها مؤسسات الاقتراض التعاونية الصغيرة جدا هي اتحادات الائتمان. المؤمن له هو شركة التأمين التي تلقى الأقساط. طبعا الجملة الثانية غلط، لأن ده المؤمن، أما المؤمن له هو صاحب وثيقة التأمين. 3، تشمل البنوك غير التجارية البنوك المتخصصة وبنوك الاستثمار. قلنا الجملة صح. 4، التأمين على الحياة ضد الوفاة والعجز والمرض أو التقاعد. فعلا التأمين على الحياة بيكون ضد الوفاة والعجز والمرض والتقاعد، يبقى الجملة الرابعة صح. يبقى رقم 3 صح و4 صح. 5، من وظائف بنوك الاستثمار قبول الودائع وخلق الودائع. غلط، لأنها دي من وظائف البنوك التجارية، أما قلنا بنوك الاستثمار لا تقبل الودائع. 6، خدمات النفع العام. خدمات النفع العام هي إقامة المعارض السلعية. غلط، لأنها دي خدمات أمناء الاستثمار، هي اللي بتقوم بعملية إقامة المعارض السلعية. أما خدمات النفع العام اللي قلنا عليها قبل كده بتقوم بعملية تأجير الخزائن. 7، من خدمات النظام المالي الائتمان والدفع فقط. الجملة غلط، لأنها من خدمات النظام المالي 4 خدمات: الائتمان والدفع والادخار وتوفير النقود. 8، تشمل المؤسسات الإدعية شركات التمويل وشركات التأمين. طبعا غلط،
لأنها المؤسسات الإدعية تشمل 4 حاجات: البنوك التجارية والبنوك الادخار ومؤسسات الادخار واتحاد الائتمان. أما شركات التمويل دي من ضمن المؤسسات الاستثمارية، وشركات التأمين دي من ضمن المؤسسات التعاقدية. 9، موارد البنك التجاري تتمثل في الأصول اللي هي الموارد. طبعا قلنا جملة غلط، لأنها موارد البنك التجاري تتمثل في الأصول اللي هي الاستخدامات، أما الخصوم هي الموارد. يبقى 9 الجملة غلط. 10، من أنواع التأمين عقد التأمين والمؤمن ومبلغ التأمين وفترة التأمين. طبعا غلط، لأنها دي مش من أنواع التأمين، دي من عناصر التأمين اللي هي العناصر الرئيسية أو الأركان الرئيسية للتأمين. كده يبقى استعرضنا ال10 أسئلة اللي معانا، وشفنا أسئلة، نوعية أسئلة اللي احنا خدناها أسئلة أكمل وأسئلة صح وغلط وأسئلة مصطلح علمي. بكده يبقى احنا إن شاء الله انتهينا من الجزء بتاعنا اللي خاص بالمؤسسات المالية، وخاص بالمؤسسات المالية الوسيطة وما هي المؤسسات المالية ايه. إن شاء الله في الحصة الجاية أو الحلقة الجاية إن شاء الله هنكمل مع بعض بقية المنهج بتاعنا، وربنا يوفقكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.